بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. في البداية نترحم على أرواح شهدائنا ونتمنى الشفاء العاجل لمصابينا والحرية لمعتقلينا. قامت قوات الأسد بتاريخ 2/9 من ظهر هذا اليوم بقصف مدينة مو حسن التابعة لدير الزور، التابعة لريف دير الزور بصواريخ. في الحقيقة هذه أول مرة نرى هذه الصواريخ، وهي عبارة عن صاروخ حامل لقنابل وتفرع منه عدة قنابل. فقام أبطال الجيش الحر من كتيبة صقر قريش التابعة للواء الفتح في مدينة مو حسن باستخراج هذا الصاروخ من الأرض بعد انفجاره وانفجار القنابل التي في داخله. ونحن نحب أن نوجه رسالة إلى جامعة الدول العربية التي ترفض الضربة العسكرية الأمريكية على سوريا بحجة أنهم يقتلون الشعب السوري. إن بشار الأسد الآن يقتلنا بصواريخ وهي من صناعة الهيئة العربية للتصنيع، مصنع صقر كما ترى، وهو من هنا من المصانع العربية، وهم يرفضون الضربة الأمريكية، ولكنهم هم من يزود بشار الأسد بالصواريخ لكي يقتل الشعب السوري. الله أكبر، تكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.